أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الرزاق الأشول بأن الوزارة حريصة على إعطاء المعلمين كافة حقوقهم المشروعة. ودعا الوزير في تصريح لقناة سهيل العاملين في الحقل التربوي إلى تكثيف الجهود من أجل إنجاح العملية التعليمية. أننا من خلال النقابات وقعنا على خارطة طريق نظن أنها نسعى من خلالها إلى أن نحقق هذه الحقوق، ونتمنى إن شاء الله أن ننجز التسويات بنوعها خلال هذا العام شهر 11 وشهر 12، ثم إن شاء الله أضفنا في الموازنة المبالغ الخاصة ببدل المناطق النائية أو بدل الريف على أساس إن شاء الله يتم تنفيذها في 2013. إلى جانب أيضا نحن لا نسعى إلى جمع جميع الاختلالات الخاصة بكشف الراتب، الخاصة بالأجور، قانون الأجور، حتى فعلا نحاول أن نصلح هذه الاختلالات بحيث أي معلم لم تظلم له هذه الاستراتيجية نسعى إلى سرعة متابعتها. وهنا أطلب من جميع المعلمين، أي معلم لديه أي اختلال في عملية الأجور، في كشف الراتب، عليه سريعا أن يرفع بذلك إلى المكاتب، والمكاتب هي معنية بإيصالها لنا، ونحن كوزارة نقوم بمتابعتها إن شاء الله في الخدمة المدنية. جاء تصريح الوزير عقب حضوره افتتاح ورشة العمل الخاصة بمناقشة التحضير والإعداد لطلب دعم الشراكة العالمية للتعليم وأولويات التعليم الأساسي. الورشة تستمر 3 أيام ويشارك فيها عدد من التربويين إضافة إلى عدد من شركاء التنمية من أصدقاء اليمن. هذه الشراكة العالمية هي مجموعة من المانحين اشتركوا في كل مجالات قطاع التعليم الأساسي والتعليم الثانوي وتعليم الفتاة والتعليم الشامل، وهناك توجهات مستقبلية رائعة جدا في تنظيم هذا العمل من خلال هذه الشراكة العالمية، وهم مانحين في جميع الاتجاهات سواء كان البنك الدولي أو منظمة المنظمات العالمية مثل اليونيسيف، اليونسكو، الهولنديين أيضا لهم شراكات في وضع خطط واستراتيجيات كانت على مدار السنوات الماضية. عقد بمحافظة عدن